إنه رصيف الكتب في الموصل، مقصد طالبي الثقافة ومحبي القراءة من الموصل ومن خارجها، ومتنفس الأدباء والمثقفين في المنطقة. رصيف الكتب من أحد الأماكن التي تتواجد فيها المثقفون ورواد الكتب وأهل المكاتب الموجودة في الموصل وخارج الموصل. تأتي كل جمعة للمشاركة في هذا الرصيف في منطقة الجامعة. رصيف الكتب أنشأه شبان الموصل ليكون بديلاً عن شارع النجف الذي أصبح أثراً بعد عين بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة قبل سنوات، مطالبين بإعادة إعماره. ارتأى أبناء الموصل من الشباب إلا أن يقيموا ديمومة لهذا الشارع، فاختاروا رصيف الكتب لكي يكون بديلاً عن ذلك الشارع، وإن شاء الله كلنا أمل أن يعود ذلك الشارع. مسؤول رصيف الكتب أكد أن نشاطات الرصيف تستمر كل يوم جمعة من كل أسبوع لتلبي القراء ومحبي الكتب. رصيف الكتب مساحة وفسحة كل أسبوع وملتقى للمثقفين والأدباء استمر وهو متواصل منذ ما بعد التحرير إلى يومنا هذا. لا يقتصر الرصيف على الكتب فحسب، بل يتضمن نشاطات أخرى كبيع المنتجات اليدوية في وقت يتمنى سكان الموصل أن يعود شارع النجف وأن تعود مدينتهم كما كانت قبل تدميرها.